فلسفة استضافة دبي لإحدى جولات بطولات محترفي ومحترفات التنس هي زيادة انتشار اللعبة بين الشباب تمهيدا لظهور أبطال جدد في الإمارات. وبدأت استضافة دبي لبطولة الأسواق الحرة منذ العام 1993، وهي البطولة التي تمنح الفائز بها 500 نقطة للرجال و1000 نقطة للسيدات، في حين تبدو بطولة هذا العام خاصة مع ظهور الاشتراطات الاحترازية التي تشدد عليها اللجنة المنظمة، وتحدثنا فيها الصحفية الرياضية ليلى جويري. لن يتعرضوا لنفس الإجراءات الصارمة ممكن التي تعرضوا لها سابقا في بطولة أستراليا، لأن الإجراءات كانت صارمة جدا في أستراليا. أعتقد أن دبي حتى من رغم من أنها قامت يعني بالسيطرة على فيروس أو جائحة كورونا، إلا أن ممكن الإجراءات تكون أقل صرامة. ممكن هذا ما يدفع يعني عدد كبير من المشاركين للتمتع بهذه البطولة. الجهات المنظمة لبطولة التنس المحترفين تتعامل بشكل صارم مع الإجراءات الاحترازية لضمان حماية اللاعبين والأجهزة الفنية المعاونة لهم، مع تطبيق لائحة واضحة تم التوافق عليها بين اللجان المنظمة لبطولات العالم واللاعبين، تفرض عقوبات على الحالات الإيجابية لكوفيد-19، يحدثنا فيها مدرب التنس المحترف ماركو باراليتش. COVID situation affect in a way most of the players. COVID-19 أثر بالسلب على التنس العام الماضي. كما تعرف، معظم لاعبي التنس المحترفين يسافرون مع فريق متكامل مكون من خبراء في التنس واللياقة البدنية والتغذية والاستشفاء. لذلك يجب أن يكون هناك حرص زائد لدى كل فرد في جهاز لاعب التنس، لأن الحالة الإيجابية الواحدة في هذا الفريق يترتب عليها استبعاد اللاعب من البطولة. نسخة 2021 من بطولة دبي للتنس شهدت انسحاب حاملة اللقب الرومانية سيمونا هالب بعد شعورها بآلام في الظهر، في حين تبدو المصنفة الخامسة عالميا الأوكرانية إلينا سيفوتولينا هي الأقرب لللقب، وحصد البطولة التي تبلغ جائزتها المالية الإجمالية 1,800,000 دولار أمريكي.